دابا كاين الصوت. اشنو كنطيب؟ انا غادي نصاوب صوص بينك. غادي نصاوب غراتان بصوص بينك. انا كنت عارفه غادي نتا شكل بنادم كوال يجبد. غادي ندير الغراتان بصوص بينك. هاي على الحدا كاينه شي باستا هادي. هادي تهيتها بسميتو بالكفته. اش كندير انا؟ ما كنتمش عليكم، كندير مطيشه باش ما تجينيش ديما مطيشه. الا كنتي دايره، الا بغيتيش ديره مطيشه ديال الحكان، مطيشه مكركبه مضوه هرسي ودرتي انت وعلي بواط عرفتوهم دوك ديال الحق. هرسي شويه بالسكر باش ما تجيكش حامضه، ما تشط عيشه. فوالا. لا شريت البارح في السوبر مارشي، شريت مطيشه العاديه. ف اليوم فاش مشيت عند العرض سيم الحمد لله. الفريدو ماشي صوص بينك، لا صوص بينك. بيسكو الريستورون فاش كتمشي كت ما عرفت، ممكن تكون سميتها طاجوس الفريدو، ولكن فاش كتمشي ال الريستورون كتقولي لي صوص بينك. وانتو كان انا كنت كنقول لهم صوص بينك في فرنسا. المهم فاش تكوني دايره، فاش ديري ديك مطيشه نتاعك الحك دوك المعلبه، ضروري البنات هرسي بشويه السكر، شويه ديال السكر. فوالا نوريك فين كورونا الغزالة توضع حبيبتي. سميتها عندك الفريدو صوص بلونش. داكوغ الفريدو، اوكي. باينة العشا طالع بنين، ولا راه طالع بنين حيت كنطيبو انا وياكم. شحال من واحد راه 2500 واحد هذا اللي كيطيب معايا العشا. الا ما جاش زين لا، ولكن الناس اللي متبعيني قديم كيعرفوني بلي كنطيب. يعني ما يمكنش زعما يقولوا بلي عاد بغيت نولي حادقه. القدامات فينكم القدامات؟ الله يخليكم، جيب عليا غير شويه نقاد التليفون عوج. ها هو نقاد دابا نو غدا ان شاء الله غادي نصاوب لكم واحد الحريره. ايوا القدامات، طول حياتك حبيبتي. مرحبا بك اللي حدايا، مرحبا باسو كيردي البال باستا. ما غير الا كتبغي شويه الزيت في اللصيق حيت قاصحه شويه. كندير لها الزيت 2590 ويلي راه بتجي حادقة. هادي راه هادي هادي هي اللاطا اللي غيحضر لها العالم. راه التربية خالتي عزيز عزيزة الحداقة والتاويل حبيبتي، لا كطيب مزيان الصراحة ميغسي بوكو. ومنين تا أنا لي زانكغيديون، شوفو أنا كنديرها بلدية، مكنديرش داكشي الرومي بزاف. كنشد مطيشة كنحطها، كنحكو عليها تويمة، شوية القزبور و المعنوس، كندير البزار، كندير الملحة، وكندير شوفي
فلفله حاره بغيتي ديريها فلفله مطحونه بيمون دو بغيتي ديريها ديريها ما بغيتيش ديريها ما ديريهاش. هما تيقول لك اللي كنصب الفلفله حار الفلفله مطحونه العروبيه اللي كنصب الفلفله مطحونه انا لا العروبيه كنصب الفلفله مطحونه هادشي اللي بغيتو فغا دابا ان جلايمر حبيبتي الجلايمر الجلايمر هادي شي حد اللي كيقول لي الجلايمر عرفت هاد السيده اللي قالت لي واش غير انا اللي عزيز عليا هاد المخلوقه راه حتى انا عزيز عليا نتيا ماما ندخلك معايا البنت فكنت تحت القمه تواضع حبيبتي الجلايمر فاش كتفكرك كتفكرني بخديجه الحب عليك صيفطي ليا في الخاص غادي نقاس عليها و غادي نخليها طيب الى عندكم هذا العجب هذا خليوها طيب على خاطر خاطرها خمسة ولا أربعة ولا شي حاجة ودابا عرفتي شنو عندي ما ندير دابا شريت واحد الدجيجات فغادي نبغي نشرملهم غادي نبغي نغسلهم قبل ما نديرهم في الفريكو ما تحمش نحط انا الدجاج يكون خالص في الفريكو ديالي فغادي نجبد شي حاجة باش نديرهم نديرو هاد الحوايج هادي الزيت هذا اللي كنت مكنحرق عليك بغيت نتبعك حبيبتي وخفي خليكم وبلاتي بالله عليكم واش حنا بينا نقابلو الزواق والحوايج او 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 وما عندناش حياة ما عندناش حتى حنا عندنا الحياه وحتى حنا عندنا لا لا نحت لحدا قاسم بنت امي كاختي فاصلك لا حبيبتي اسبانيا كنضوي في اسبانيا انا شوفوا البنات كندير انا واحد الطريقه زوينه للدجاج اول حاجه فاش كنكون انا في اوروبا كيعجبني داك الدجاج الصغير ملي شريتي هذا هذا اه عاد شحال فيه الخدمه هاد الدجاج الصغير بغيتي تاكلي ديك الدجاج حتى تشيبي ولكن تيجي بنين ما تحمش هذاك الدجاج الكبير ف ماشي لا ماشي الكوكلي صغير كاع ما بين الكوكلي داك داك اللي مزيود الكوكلي مزيود قبل الوقت هذا ما بين الكوكلي او الدجاج كيزوين هاد اللايفات ديال الغفله زوينه اللايفات الغفله فاشنو ديروا لي شوفوا غتشدوا الدجاج بحال ما هكا غادي ديري ليه سكينجبير والحامض وغادي تخليه ديري ليه الحامض وخليه نيت واحد ساعتين ولا ثلاثه السوايع تيشربها هذاك العكلي هذاك العكلي فين درتي رموش درتهم عند سبا دوسور داغا في كازا زوينين ياك ناتشورال كيبانو واعرين صراحه حتى انا عجبوني غادي ديري الحامض بحال ما هكا السيترون غادي تعصريها وغادي تحيدي داك اللبابه ديالها بالموس بحال ما هكا وغادي ترميها في الطحن ترمي الحامضه كلها حيت من بعد غادي تحكي الدجاج ديالك غادي تحكيه بسميتو بهاد الجلفه ديال الحامض لانه كيكون زفر ديري حامضة جوج دجاجات ديري حامضة وانا اللي على الطبخ خليوها حتى خرج جوج دجاجة حبيبتي ما بقيت انا كيحادك حبيبتي طاقي لينا فين درتي الرموش راه طاقيت لكم فين درت الرموش لا دغيس اللي حطيت لكم دروك ديال سبا دوسوغ داغاب
راه هي فين درتها لوموش زوينين ناتشورال ياكو في كازا واعرين. عرفتي شحال غسلت بهم؟ جوج انا بعدا راه كنغسل وجهي بحال شي حمقه في الليل، كنغسل وجهي مزيان راه كت ديك الجلفه ديال الكوكلي مسكين كيغصبور الجنجبر والملحه. ديري شوفي ديري الجنجبر والحامض حتى يخمر شويه فداك شويه الماء حتى يخمر مزيان، غير شويه نص كاس الماء عاد من الجبد ديال الملحه ديالك باش تريشي. دابا تحكي مزيان هكا وبدي تخليه بحال ما هكا. انا عرفت اسبانيا من الصابون ديال الحوايج ياك انا في الاسبانيا باش تقولوا زوجات شوشو البنات عافاكم الله يرحم ليكم بها الوالد. الا كنتو كتبغيوني خليو حياتي البريفي في الثقه الله يجازيكم بخير. واش نتوما كنهمكم انا زوجة مطلقه والده ما والدوش اللي كيهمكم اشنو في جنابي؟ واش كاين البرد في مراكش عندك الحق كيجي واع؟ لا كيجي واع. شوفوا الدجاج شي فاش كيكون مغسول مزيان اللي درتي ليه ما كتعطيش الريحه، حيت المراه اللي كيجيها الدجاج صفر ما كيجيهاش زوين عارفه راه ما غسلهاش مزيان. اما تقوليش ليا الا بغيتي تشري داك الدجاج دوك الفخيضات هكا نقيين وبغيت نديو نو، غسلي الدجاج على اللوح كي مزيان واخا تشريه منقي واخا في لوغو كينقيو داكشي نو، واخا تشري في دوك لي باركات نتاع كيليميني وداك التخربيق نو، غسلي الدجاج مزيان بالحامض مزيان وخليه بحال ما هكا. انا ما كنبغيش نخدم في الروينه مره مره ضربت ليلى على ديك لاصوص ديالك شوفيها فين مشات فين وصلات. الوغ فين وصلنا؟ كل خير يا نفرفوشه حبيبتي، انا كنحبكم كنموت عليكم تبارك الله عليك نسهر امور نوح عليك اكرام. حاجه اخرى بون انا كناخذ الكفته العاديه الا بغيت ندير الا بغيتي ديري نسيت ما درت الزعتر بلي تنجبدو باش ما ننساهش. غادي ندير هاد لاكريم فريش هادي وغادي ندير باغيلا فوالا. اشنو اخر؟ الوغ شفتو داك لومبغي اللي حطيت لكم ديال سبا دو سوغ داغاب كازا يلا حطيتو في ستوري واعر لوغوم جري عليا جري عليك. مي شوفو انا جيم بيان لوغوم علاش؟ حيت كتعتمدي على راسك فهمتو، كتولي بحال هكا كتخرجي كيكون عندك ان بلانينغ الصباح اشنو بغيتي ديري كتقضي طق 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 تجي تقضي كترجعي كتدخلي بكري ني السبعة كتكوني في الدار كديري العشاء ديالك هادشي الا ما بغيتيش تخرجي. ابخي شوفو كاين فرق بين جايه فاكونس وجايه دون زان اوتيل ولا اون بلوس لي فاكونس راه ماشي الناس بحال هكا الناس اللي ما عندهمش وعندهم فيزات وما عندكش انت لي موين باش تمشي تشجي الاوتيل وتاكلي في الزنقه وتلبسي وديري الشوبينغ وهذا وتكري الطوموبيل تاع اكسيتيرا. تقدري تاكلي في الدار ماشي عيب الماكله في الدار. دوجة حبيبتي مرحبا بك في اللايف عندي ماشي عيب يعني ماشي عيب تكوني يعني ماشي عيب طيبي تقدري تفطري في الدار وتخرجي تغدي في الزنقه ترجعي تعشي في الدار عاد تخرجي تقدري نتهرسي
وانسان فين ما مشى كياكل، يعني فينو البروبليم؟ اختي بلاكس علاش تجلس على راسك بنين، اهم حاجه يكون مفروك مزيان بصح. سي سوسي كريمه ديال اليوم محلك كريمه، لا ماسك ديال البيرموغا. عرفتي شحال جبت انا في تبيرموغا معايا هنايا؟ نتوما ما تبغوش تصنطوني، جيب فيرموغا وري عليكم. استخرفت، مرحبا بكم في قطر حنا نزلين تينا فين كوش فرنسا اسبانيا شو بغي استي لابا. فوالا انا غادي انا غنبغي نطيب في الدار حسن من الزنقيه وين تتمرض المعده. انا قتلتني المعده